قبل البدء في هذا الحديث لابد أن نطير بكل التحية لشهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض فلسطين، وكان بالأمس 4 شهداء وأكثر من 244 جريح. تحية لهؤلاء الشهداء ولهؤلاء الجرحى، تحية لأمهات الشهداء ولأمهات الجرحى، تحية لشعبنا الفلسطيني المرابط على أرض فلسطين الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتحدي، الذي خرج بمئات الآلاف بمسيراته السلمية ليواجه المحتل الصهيوني الغاصب للأرض الفلسطينية. خرج هذا الشعب الفلسطيني وقد راهن عليه الكثير أنه لن يخرج، لأنه يعاني من حصار قد امتد أكثر من 12 عاما، ولكنه أبى إلا أن يخرج في مسيرات العودة، واللي أمس دخلت عامها الثاني وتجلت طيلة العام الماضي بنحو أكثر من 266 شهيد ونحو آلاف الجرحى اللي هم طيلة العام الماضي. بقى يخرج كل جمعة ليواجه المحتل بصدوره العارية، ليواجه المحتل شيبا وشبابا أطفالا ونساء، حتى الجرحى الذين تبتر أطرافهم نسبة لإصابتهم من المحتل الصهيوني، إلا أنه أبى وأصر على الخروج بمئات الآلاف. في هذا رسالة كبيرة جدا، أن هذا الشعب هو شعب حي، شعب متمسك بأرضه وترابه، متمسك بأرض الآباء والأجداد، متمسك بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. رغم هذه الظروف الصعبة التي يعيشها من حصار وقهر وظلم وسجن، إلا أنه أبى إلا أن يرسل هذه الرسائل بشكل واضح لكل العالم بأسره، أنه شعب حر أبي، لا يقبل بغير فلسطين من بحرها إلى نهرها وطنا بديلا، لا يقبل بغير المقاومة والكفاح والتضحية طريقا لتحقيق آمالي، لأنه يفهم ويعي بشكل واضح أنها هي أقرب الطرق لتحقيق أهدافه وطموحاته، وأن كل المشروعات السابقة التي راهن عليها أو راهنت عليها شريحة من أبناء شعبنا الفلسطيني أنه لم تفلح ولن تفلح، والواقع أثبت على ذلك. لذلك قصة